السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة الصف الأول في قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية التقنية الشذرة. هذه محاضرتنا الثالثة في درسنا الأجهزة المختبرية، وتبدأ من صفحة 9 وهي تكملة لأنواع المجاهر. ناخذ المجهر، نوع ثاني من المجاهر اللي هو فيس كونتراست مايكروسكوب، يعني المجهر متباين الطول. This is a type of optical microscope، نوع من أنواع المجاهر البصرية. Whereby small light deviation known as phase shift، بحيث أن جزء صغير من الضوء يمر أو ينحرف او الطور ما سيتغير occur during light penetration، عندما يمر الضوء او يخترق the unstained specimen. هاي اللون، الكلمتين باللون الاصفر معناها العينات غير المصبوغة، يعني هذا المجهر نستعمله لفحص العينات غير المصبوغة unstained specimen. هذه شغلة مهمة. These phase shifts، هذا التباين في الطور، are converted into the image، يتحول إلى صورة. هذا التباين في الطور يتحول إلى صورة. To mean، ويعني when light passes through the opaque space field، يعني أن الضوء عندما يمر في يمر بشكل نسميه قرص معتم، او بشكل معتم في العينه، تكون هنا تكون العينه هي اللي مضيئه والخلفيه مالتها تكون هي اللي مظلمه. The phase shifts brighten the specimen forming، يحدث عندنا forming an illuminated، يعني برايت ايماج، يعني الصوره تكون هي اللي مضيئه، برايت ايماج يعني صوره مضيئه، والباك جراوند شنو؟ معتمه. The phase contrast microscope، المجهر متباين الطور، produces ينتج high contrast image، يعني صور متناقضة كثيرا، يعني شنو؟ الأسود كلش أسود والأبيض كلش أبيض. When using a transparent specimen، عندما نستعمل أو ندرس عينة شفافة transparent specimen. More so those of a microbe culture، مثل المزارع الميكروبية. Thin tissue fragments، أجزاء الأنسجة الرفيعة والقليلة السموك. Cell tissues، الأنسجة الخلايا. And subcellular particles، والجزيئات الأصغر من الخلايا. هاي نستخدم هذا المجهر لفحص هاي الشغلات. The principle behind the working of the phase contrast microscope، مبدأ العمل بهذا المجهر اللي هو قلنا مجهر متباين الطور face contrast microscope is the use of an optical method، يعني نستعمل هنا طريقة بصرية، optical يعني بصرية أو عدسات، to transform a specimen، لنقل العينة into an amplitude image، يعني ننقل العينة إلى صورة واسعة، يعني صغيرة هاي النموذج أو العينة اللي نبغاها هو صغير جدا، المجهر يكبر لنا اياها ويوضح لنا. That is viewed by the eyepiece، يعني يمكن رؤيته بالعدسة العينية eyepiece of the microscope للمجهر. هذا مجهرنا اللي هو PCM، يعني المجهر متباين الطور، can be used to view unstained cell، قلنا هاي ونعيدها مرة ثانية، unstained cell يعني الخلايا غير المصبوغة، واللي ايضا تعرف also known as the face objects، او نسميها مرات الاشياء اشياء الطور او يعني face object، which means that the morphology، وذلك يعني ان المورفولوجي الشكل of the soul is maintained، يعني شكل الخلية يبقى محفوظ. And the cell can be observed in their natural state، مسويها باللون الاصفر، يعني هاي الخلايا اللي نباوله احنا بهذا المجهر تبقى على حالتها in a high contrast، وبتناقض يعني التفاصيل ما تكون واضحة. And
efficient clarity وبوضوح كافي efficient clarity. This is because if the spacement are stained, هاي شغلة مهمة تقولها, and fixed. يعني هاي العينات اللي قاعد ندرسها اللي خلايا أو أنسجة, إذا صبغناها وثبتناها stained and fixed, they شي يحصل عندنا kill most cells, سيقول هناك قتل لأكثرية الخلايا, kill most cells. Characteristics, وهذه المواصفات that is unequally عندهم, يعني هذه الأمور اللي نقول عليها unequally عندهم, يعني تكون بحالة فريدة أو بشكل فريد, by the bright light microscope, يعني ما يمكن برأيتها بالمجهر الأولاني اللي قلنا عليه بالمجال المضيء, لا ما نقدر نشوفها, لأنه إذا صبغناها بذاك المجهر رقم واحد اللي درسناه قلنا نصبغ الخلايا فتموت هالخلايا, فأكو أمور ما نشوفها, فلازم نستعمل هذا الدارك فيلد مايكروسكوب اللي هو مجهر المتباين الطول. The shifts that occur during light penetration, التغير أو الانحراف الذي يحدث خلال اختراق ضوء للعينة, light penetration, become converted, يتحول إلى to a change, يتحول إلى تغيرات نسميها amplitude, يعني تغيرات واسعة أو تغيرات في السعة, which causes the image contrast, وتسبب لنا التناقض هذا اللي في الصورة اللي يوضح لنا الأمور, يقلنا اللي الأسود يصير كلش أسود والأبيض يصير كلش أبيض, هو المقصود بالكونتراست تناقض. Coupled with contrast enhancing, بالترافق مع التشجيع أو تحفيز التناقض, أمور التناقض هاي بالصورة, such as fluorescence, مثل الأضاءة أو اللمعان, they produce better visuals of the spacement, هذا يجعل الصورة أكثر وضوحا. هسه ننتقل إلى parts of the face contrast microscope, أجزاء هذا المجهر اللي هو قلنا مجهر متباين الطور. The instrumentation of the face contrast microscope is based on the light pathways, يعتمد تقول على light pathways, يعني الممرات الضوئية, from receiving the source of light, من استقبال مصدر الضوء, to the visualize, إلى أن نشوفها visualize of the image, إلى حين رؤية الصورة. Therefore is subcutaneous made of, ولذلك فهو مكون من هذا المجهر, أولا مصدر الضوء أو مصباح الضوء, مصباح نسميه قوس الزئبقي ميركوري أرك لام, وثانيا collective lens, عدسات الجمع. طبعا هذا يختلف عن المجهر ذاك اللي قلنا البرايت فيلد مايكروسكوب اللي اكثر استخداما اللي قلنا عليه بالبدايه, هذا يختلف عنه, وهذا ايضا اقل استعمالا, مو مثل ذاك المجهر الاول. ثانيا عندنا فتحه ابيراتور, وعندنا مكثف كوندنسر, عندنا كوندنسر انيولار مكثف حلقي, وعندنا العينه وين نخليها سبيس بان, وعند أبجكتيف الهدف اللي هو الصورة, فيس بليس صفيحة الطور, وديفلكتد لايت وحلقة الطور. إذن هذا المجهر يختلف عن ذاك المجهر رقم واحد. شنو فائدته وشنو وظائفة هذا؟ The functions of the face contrast microscope, the change caused by the deviated contrast, هذا التغيرات اللي تحدث بسبب انحراف الضوء اللايت, and the undeviated light, وضوء اللي ما ينحرف, that reaches the specimen, الذي يصل إلى العينة, which is observed, ويتمتصها العينة, create, يكون أو ينشئ, an uncertain wavelength, يكون لنا طول موجي, وproducing color, ويتجينا لون. فthe difference created by the scattered light, فهذا الاختلاف الذي ينشأ بسبب انتشار الضوء, and that they observe, وبين الضوء اللي يتم امتصاصه, is known as amplitude variation. هذا الامبليتيود variation يعني معناها تغيرات السعة, تصير تغيرات السعة في الضوء. amplitude variation are sensitive to allowing visuals, يكون حساس للسماح بالرؤية by
لرؤية باثوغرافيك بواسطة التصوير الفوتوغرافيك عفوا بواسطة أجهزة أو أدوات التصوير. لا يكفي فيس كونتراست مثل هذا المنشار المتباين الطور هن سينس بعد هيومن بما أنه يمكن رؤيته بواسطة العين البشرية هيومن آي. The condenser of the face contrast microscope المكثف من هذا المنشار has an apacudex. وقلنا apacudex معناها يعني فد تعبير يوضح لنا او يوضح لنا انه شكل فريد يعني قرص فريد او مختلف that is known as annular ring يعني بشكل حلقة with an intraspirant ring وأيضا حلقة أخرى شفافة that produces a cone of light التي تنتج مخروط ضوئي cone of light that passes through a specimen الذي يمر من خلال عينة نقطة due to the light variation وبناء على الاختلاف في الضوء some light بعض الضوء بينز ينحني أو ينحرف at the specimen داخل العينة specimen caused by variation in light ويسبب إنه اختلاف في كثافة الضوء اللي نحن راح نشوفه forming an image مكونا صورة at the objective lens مكونا صورة في العدسات الشيئية then deviate the light والضوء اللي بينحرف والسترايك سوف يضرب أو يمر من خلال الحلقة of the face plate and the deviated light will miss the face ring passing through the face plant directly this form وهذه الأمور هي اللي راح تكون لنا الإيماج الصور هذه انحرافات الضوء من مصدره داخل العينة كذا تكون لنا الصورة اللي نشوفها بالمجال the face contracts microscope is designed with objective lens مصمم هذا المنشار بواسطة عدسات شيئية that have the ability لها القدرة to perform multiple functions لإجراء أو لتكوين وظائف كثيرة multiple function when combined with the contrast enhancing technique عندما ترتبط مع تقنيات التناقض أو تشجيع التناقض في الضوء For example, a fluorescent مثل الصوت مثل الفلورسنت الفلورسنت يعني الجسم هو يكون مضيء فلورسنت يعني إضاءة بس شنو مو نسلطها على الجسم لا هو الجسم يكون مضيء هاي معنى فلورسنت The objective lens are located in the internal face plate with the variation of هذه تفاصيل عن تركيب المنشار احنا يهمنا بي وظائفه ومبدأ عمله هسه ننتقل الى التطبيقات مال الفيس كونتراست مايكروسكوب يعني تطبيقات من المنشار تباين طور ديتيرمين مورفولوجيكس اوف لايفينج سيل سوتش از بلانت اند انيمال سيل يعني يحدد لنا الشكل المورفولوجي للخلايا الحيه قلنا هنا هذا المنشار يستخدم للخلايا الحيه ليش لان احنا ما نستخدم به صبغات ليش بس استخدم صبغات لان الصبغات تقتل الخلايا فيستخدم لللايفينج سيل مثل خلايا النباتات والحيوانات ثانيا استدينج مايكروبيال موتاليتي دراسة حركة الميكروبات وتركيبها ستركتشر اوف ومكانها او شلون نقول الحركة مالتها فاذا ثانيا حركة وتركيب الميكروبات وثالثا to detect certain microbial elements لتحديد وتأكد من وجود عناصر ميكروبية معينة مثل من مثل الاندوسبورز هاي السبورات مال البكتيريا نحددها بهذا المنشار غير هذا المنشار لا يمكن تحديدها ننتقل للنوع الثالث من المجال اللي هو dark field like microscope هذا من اسمه منشار المجال المظلم يعني شنو مثل صاحبه قبله يعني الخلفية سوداء أو مظلمة
والعينة هي اللي تكون مضيئة. وأيضا لاحظوا هاللون تكتبها باللون الأصفر الكلمات هو لدراسة living unstained cells، يعني الخلايا الحية غير المصبوغة. وهذا الكلام كله يتحدث لنا على هذا الموضوع، احنا نقرأ ونفهمه، بس الفهم الكلمة الرئيسية او الفكرة الرئيسية هو يستخدم للخلايا الحية غير المصبوغة. وتطبيقاته ايضا يشبه القبلة. It is used to visualize the internal organs. إذن هو of larger cell، يعني هو يستخدم للعضيات الداخلية في الخلايا الكبيرة، يعني مو كل خلية، لا، العضيات الداخلية، الميتوكوندريا، الشام كولجي، الغشاء البلازمي وهكذا. Such as the eukaryotic cells، في الخلايا حقيقية النواة. And وكذلك يستعمل لي identification of bacterial cells which distinctive shapes، يعني such as 3-pronema، ما أكفد خلايا أشكالها مختلفة وغريبة مثل التريبونيما باليوم أكزيتف أنجف التي تسبب مرض السفلس. فهذه استعمال يعني هاي مثل البكتيريا اللي تسبب السفلس، بس هذا المجهر يستخدم لتشخيص هذه البكتيريا اللي هو دارك فيلد لايك مايكروسكوب. والآن ننتقل عفوا إلى النوع الأخير من المجاهر الأربعة، the fluorescence microscope. fluorescence من اسمه فلورسين، يعني شنو؟ لاحظ الكلمات هاي باللون الأصفر مضللة بالأصفر. the spearmint emits light، يعني هنا العينة هي التي تنتج الضوء وليس المجهر يسلط الضوء على العينة. لا، الضوء يطلع منين؟ من العينة. شلون يطلع الضوء من العينة؟ هسه راح نفتهم. بواسطة داي مولكولز، يعني تنضاف صبغات تصبغ العينة بمواد خاصة تشع الضوء، فيمكن مشاهدتها بالمجهر. وهذه التفاصيل نفس الكلام ترجمونها وتقروها. وهذا نسميها الصورة هاي تنتج عندنا نسميها فلورسز أو فلور كروم لابلت إيماج، يعني صور معلمة ضوئيا. زين، ترجمون أيضا هذه المقاطع. وهذه صور طبعا المجاهر تختلف أشكالها. وهنا عندنا تطبيقات المجهر الفلورسيني used in the visualization of bacterial agents، يعني يستعمل لمشاهدة العامل البكتيرية bacterial agents such as mycobacterium tuberculosis، هاي بكتيريا التدرن الرئوي. إذن احنا لازم نرتبط ذهننا لو فرضنا احنا نشتغل في مختبر، إذن المجهر الفلورسيني هو اللي يمكن بتشخيص ورؤيته التأكد من وجود بكتيريا تدرن الرئوي مايكوباكتيريوم تيوبركيولوسيس. ثانيا uses to identify specific antibodies، يستعمل لتعرف وتشخيص أجسام مضادة خاصة produced تنتج against bacterial antigen pathogen، ينتجها الجسم ضد الباثوجينز، يعني ضد الممرضات. اليومنوفلورسنس تكنيك، في بتقنية اليومنوفلورسنس تكنيك، تقنية هذه مناعية ضوئية. by labeling the antibodies with fluorescence، هذه الانتيبوديز الأجسام المضادة تكون مصبوغة بصبغات معينة على مود يشوفها هذا المجهر. وثالثا use in ecological studies، يستعمل في الدراسات البيئية to identify observe microorganism labeled by fluorescence، لمشاهدة أيضا أحياء مجهرية معلمة أو مصبوغة بصبغات نسميها فلوروكرومز، يعني في الصبغات خاصة على مود هذا المجهر أشوف. الآن نكمل. أيضا استعمال آخر لهذا المجهر الفلورسيني
It can also be used to differentiate يعني التمييز يستخدم دائما بين dead and live bacteria بين الخلايا الحية البكتيريا الحية والميتة by the color they emit بواسطة الضوء الذي ينبعث من هذه الخلايا when treated with special cells عند معاملتها بصبغات خاصة. إذن هاي نقطة مهمة يميز بين الخلايا الحية البكتيريا الحية والميتة. Besides the observed the above discussed microscopes إضافة إلى أنواع المجاهر اللي ناقشناها سابقا هناك أيضا مجاهر أخرى لا مجال لذكرها يعني أنتم تقدرون ترجمون هذه الفقرة بواسطة الإنترنت جوجل ترانزليت وتفتهمون المقصود بها. الآن انتهت المحاضرة الثالثة.